هلا احنا كاي اي اوفر اكثر من نوع رياضه، وانا متاكد انه كل ولد في الاي اي راح يبدع في نوع من انواع الرياضه، سواء مثلا كره قدم، كره سله، تراك اند فيلد، حتى الشطرنج، السباحه، الجيمناستكس. فمنوفر اكبر قدر من الاكتيفيتي لهدول الطلاب. في المرحله الابتدائيه اهم شيء للطالب هو المشاركه. في عنا عده مناهج بالمرحله الابتدائيه بنتبعها، منها المنهج البريطاني، المنهج الاردني، حتى المناهج العالميه، وبناخذ من كل منهج افضل شيء لطالب الاي اي. وهي المناهج بتحبب الطالب بالرياضه والمشاركه والفن اثناء ممارسه الرياضه، وبتقوده انه يشارك في معظم الانشطه اللي بتعملها الاي اي. احنا بهمنا التربيه، الولد يكون عنده روح للفريق، أدب، احترام المدرب، احترام الحكم، احترام زملائه بالفريق، يتقبل الفوز والخسارة، يآمن بالروح الجماعية للفريق. فكرة الهوكس فوتبول أكاديمي، احنا عندنا فاسيلتيز بتجنن اللي هي الفوتبول فيلد، وعم نشوف أولادنا عم بيطلعوا برا وبتدربوا بأكاديميات بتختلف كلياً عن فلسفة التربية والتعليم. احنا مركز على تربية الطفل، وكل مرحلة عمرية بالهوكس أكاديمي لها خصائصها. يعني مثلا مرحلة الصغار احنا بهمنا انه يكون فن، يتدربوا على الفانديمنتال الأساسية، بس يكبروا شوي بتعلموا كيف يلعبوا الجيم والاستراتيجيز، بس يكبروا أكتر بتعلموا المنافسة. فطلعت الهوكس أكاديمي عشان نوفر لطلابنا أحسن وأفضل طريقة لتدريب كرة القدم. احنا في مرحلة الصغار بنركز على المهارات الأساسية اللي هي الكوردينيشن والبالانس والأجيليتي، وانه يتطور التطور الحركي مع التطور الذهني مرة واحدة. بعديها بتبلش الأنشطة اللي بعد المدرسة الدايركت اللي هي السكول تيمز والأكتيفيتيز، بعديها عندنا الفرق المدرسية والأنشطة المدرسية المسائية. فالطالب يوم يدخل على الاي اي راح يتوقع الكتير، يعني راح يكون عنده درجة إشباع كبيرة بالرياضة. جتنا مجموعة رياضيين كتير قالوا لي كوتش في عدة مدارس إلهم ماسكت، فإحنا حابين نسمي حالنا. قلت لهم إيش حابين تسموا حالكم؟ قالوا إحنا كنا بقولولنا كل ما نروح أنتوا زي الهوكس، فحابين نسمي حالنا هوكس. هلأ الولد صار يوم يلبس شعار الهوكس يحس حاله إنسان مميز، يعني أنا هوكس، أنا مش هوكس بس مميز رياضيا، مميز بأخلاقه، بالسبورتسمنشيب، بكل شيء. بحب أشوف المحل اللي بشتغل فيه إنه يكون دائما بالتوب، مش بالتوب بس بالنتائج، توب بالأخلاق، توب بالسبورتسمنشيب، توب بالأكتيفيتيز، توب بالسيفتي، توب ستودنتس. في الأردن الطلاب عم بتطلعوا إنه يدرسوا بجامعات أكتر مستقبلهم الرياضي، بس هذا ما بيمنع إنه عندنا كم من طالب كملوا واحترفوا. فأنا هاي رسالتي، وعشان هيك حبيت هاي المهنة.